مساء الخير، آخر حلقات الأسبوع البوصلة، مكملين في كيف نواجه تكوين المتطرف. بس مش مواجهة بقى الحاجات اللي تسمعوها دي مواجهة حقيقية. قلت لكم في الأيام اللي فاتت 3 نقط، والنهاردة هقول 2، هيكملوا 5. وفي بداية الأسبوع هقول لكم بره بقى الفكر الديني والمطلوب من المؤسسة الدينية، ممكن نعمل إيه إحنا كدولة، وإيه اللي ممكن نستنبطه من تجارب الآخرين في التغيير جبرا لوعي ومناخ عام مستقر. زي كده امبارح اديتكم مثل باليابانيين وقبليها بالألمان. المجتمعات دي كانت مجتمعات عنيفة جدا، بترى انها افضل من غيرها ولازم تقتل العالم كله، شبه كده بس مش لازقينها في الدين، جايبينها في عقيدة دوجمائية، يعني فكرة نازية آرية اللي انت عايزه بقى. وقلت لكم انه متغيروا من النقيض للنقيض لان نستطيع ان نفعل ذلك. نحن مجتمع الان يباح فيه الدماء باسم الدين، عنيف جدا، متطرف حتى لو قاعد في بيته ورا كيبورد، آراءه نفسها متطرفة، كل حاجة عنده كافر، مرتد، فاسقين، زنادقة، قاعد يحاكم الناس كلها وهو الباشا الكبير. مين علمه كده؟ الأوائل وابن تيمية. نرجع لموضوعنا بقى، صناعة المتطرف الحقيقي اللي بيمسك سلاح أو بيمسك قنبلة. زي ما أنا قلت في أول أسبوع، نفسي كلكم تشوفوا الحلقة بتاعت صناعة الموت اللي كانت عن الأخ اللي بتاع دار العلوم، مفجر تفجير المعهد. المهم يعني بالحرف اللي بنقوله بقالنا سنين. المهم آخر حاجة ختمنا عندها امبارح، قلت لكم انها نقطتين متصلين ببعض، اللي هي توقف حتى نتبين، مش توقف يعني حاجة عيب، توقف فهم في المجتمع العام مش في الدراسة الدينية آيات القتال في القرآن، والإقرار بأن الأوائل وضعوا النتيجة قبل الاستدلال، والتوقف حتى نتبين هذا الالتباس والخروج بنتائج أخرى توافق قيم الإسلام الكبرى. ماذا تعني أو يعني التفسير الحقيقي لآيات القتال والجهاد في القرآن؟ كلام حلو وكله جميل، بس يتعمل لاحق بده بقى ان احنا ممكن حاجة انا برضو قلتها زمان بس هفصل فيها بتركيز دلوقتي، تركيز عليها. يعني الفقه الذي انتج قديما، مش هقولك ابن زمن عشان ده تبرير انا ما بحبوش، لكن هقولك حاجة مهمة جدا، انه بظروفه الاولى سميها كده لا يليق، خليها كده برضو، استخدامه الان. يعني مش هقول لكم ان النتائج والاستدلالات وما قبلها والمقدمات وصلت لنتائج خاطئه، هي خاطئه، لكن انا هقول انه يعني اهو ده اللي صار، على راي الاغنيه كده ده اللي حصل. طب نعمل ايه النهارده؟ طبعا انا بتكلم في باب الجهاد بس، باب القتال بس، المفترض على كله والله، بس بعدين كله ده، ان احنا نعمل ايه بقى؟ ان احنا زي ما انا قلت مره زمان في برنامج الخريطه، ان احنا كلمة واحدة بس تنجينا لو عايز تفضل تدرس الفقه ده على الاقل في الكليات. بس ما يهمنيش بقى في الكليات، اهم حاجة عندي بنعالجها في كل النقط دي، النقاط دي، المناخ العام، اشاعة الفكرة في المجتمع العام، في العقل الجمعي، مناخ عام بيطلعك المتطرف، مش شرط يكون لا دارس في الكليات دي ولا منهم ولا مش منهم، ده مناخ عام. ايه بقى اللي بيحصل؟ انت بتدرسوا الفقه ده على انه بتاع النهارده، فبيقول لك تمام، يعني انا لازم اخذ كل الدول ولازم نفس الافكار الداعشيه هي اللي في الكتب، هنعمل ايه يعني؟ ما دي الحقيقه. بس انت تيجي دلوقتي تقول له بس اصله مش وقته، اصل الخلافه ما بقتش اصل من الاسلام، اكتشفت كده دلوقتي. ها زي ما قلت لكم من اسبوعين كلام علي عبد الرازق اللي حكموه عليه بقى هو الكلام الرسمي دلوقتي، دايما متاخرين كده حوالي 100 سنه يعني. المهم ان احنا نحط كلمه واحده، الكلمه دي على فكره فرق السماء من الارض، يعني اوعوا تفكروا الكلام ملوش مدلول على الواقع، بيسموه المعنى والمبنى. يعني ها عمق الايمان نفسه كلمه، انت ممكن تقول لا اله تبقى كفرت، هتزود عليها كلمه بس ولا كلمتين بقت في عمق الايمان الا الله. فاوعوا تفكروا الكلام ده شيء بسيط، اضافه كلمه لكلمه الفقه بس،
هو اسمه الفقه اللي انت بتدرسه لحد النهارده على انه يا ايوه انت طلقتي جوزك، اه بصي الامام احمد بيقول وبتاع، على انه كل ده شغال النهارده. خليهم في الطلاق والجواز والحيض احنا خلينا بس بباب القتال والجهاد، بدل ما ندرسه في الكليات ونشيعه، اهم من الكليات عندي بكتير، لا يعنيني التعليم الديني، ونشيعه في المناخ العام انه ده فقه الاسلام من الساده الاوائل، هنحط كلمه جنبه متركبه يعني ليها علاقه بالثلاث نقاط اللي شرحناهم طول الاسبوع، هنحط كلمه جنبه اسمها تاريخ، هيبقى اسمه ايه؟ الكلمه دي فرق السماء من الارض، هيبقى اسمه تاريخ الفقه. بسيطه وسهله وتخلصنا من عذابات كتير قوي. اي بقى واحد بيتكون كده في بيته، ولا منزل كتاب بي دي اف، ولا راح اشتراه من المغرب للعراق، بنغزو بقى ونقتل، ولازم ان احنا نغزو مرتين نحج عاما، ومن لم تحدثه نفسه بتاع كل بقى ده اسمه ايه بقى؟ تاريخ الفقه. واجمع العلماء على ان مش عارف ايه، واجمعوا ان الجزيه كذا، واجمعوا ان اهل الكتاب كفار محسوبين في عداد الكفار، واجمعوا ان من على غير دين الاسلام فهو كافر. ده كل ده مش الاسلام، انا اسف، وياما شرحنا اهل الكتاب في القران مكرمون جدا الا اللي حاربونا، وده وضع طبيعي مش هشكر فيهم وبيحاربونا، لكن كعقيدتهم اهل الكتاب، والا القران يعني ايه الكلام ده اصلا؟ ليه ما قالهمش كلهم هيلا بيلا كده يا الذين كفروا وخلصنا؟ فده اسلام تاني ما نعرفوش. نقوم احنا بقى نقول ايه؟ دي اجماعاتهم وافكارهم مبنيه على حاجه مهمه جدا، ادرسها زي ما تدرسها، بلاش ادرسها، اقراها في البيت انت مواطن. بس خد بس كلمه في ودنك كده، كلمه في سرك، اسمه تاريخ الفقه مش الفقه. لانك لما بتقولوا ده الفقه خلاص ده شغال على طول. وبتقعد تقولوا بقى ده الجواز وده الطلاق والامام قال وبتاع وعلى مذهب الامام ابو حنيفه تتجوز. طبعا يوما ما كل ده هيتغير، لكن على الاقل باب الجهاد، باب الايات القتال، ما انتج فيها من فقه مبني على تفسيرات. واحنا قلنا ان الاوائل ليسوا افضليه مطلقه، ابنوا النقط كلها اللي قلتها ورا بعض، مبني على احاديث منسوبه خطا للرسول، وقلنا ان لازم نراجع العلوم القديمه كلها بما فيها علم الحديث، نوصل بقى للنتيجه. طلعنا فقه، فانت بتقولوا ده مطلق في الزمان، دول الساده الاوائل، دول عملوا اجماع، انت هتتكلم اجماع، انت مين انت عشان تخرق الاجماع؟ فانا مش حد، بس نحط بس جنب كل الفيلم ده كلمه تاريخ، تاريخ الفقه. مات كل شيء سيء، ليه؟ لانه هيبقى تاريخ. انا بدرسه اه والله، شوف كانوا زمان يا سلام بيقطعوا السيف كده الرقبه بالسيف على طول، كانت ايام بقى خلاص. بتكلم جد في الوعي المناخي العام، هذا فقه لا يخصنا اليوم. اند ستوري، فاصله، نقطه، اول السطر. طب نعمل ايه؟ ادرسه زي ما ايه، زي ما قلت لكم مره، على مستوى مصر، يعني بتكلم طبعا الوطن العربي، بتكلم كل الدول الاسلاميه، المشروع اللي انا بقوله ده، لكن مصر تهمني. كان الشيخ الفاضل الله يرحمه محمد طنطاوي، محمد سيد طنطاوي، شال الفقه القديم كله، الكتب اللي بيدرسوها في الاعدادي والثانوي والازهري، وشالوا احاله الاستيداع، لقى بقى في الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كله مش باب القتال، وعمل ملخصات كده لطيفة من تأليفه هو شخصيا اسمها الفقه الميسر، قلت لكم على الواقعة دي قبل كده. أما جت الإدارة اللي بعده وهو توفي إلى رحمة الله، شالوا الفقه الميسر ورجعوا الكتب من المتحف. كان العذر إيه؟ ركز، عشان أنا يهمني العذر مش يهمني الواقعة. لا، الفقه القديم ده فيه ممارسات رياضية عقلية، رياضات عقلية يعني، وفي كده شغل عشان يربيهم عقليا على استنباط الاحكام، والفقه الميسر سطحي جدا وبتاع، وانا موافق. بص بقى، درس الفقه القديم بالرياضه العقليه ومش هتكلم، على شرط اللي انا قلته بقى، يدرسوا زي ما درسوا، بس اوعى تربيهم ولا تربي المناخ العام. اجاباتك بقى اللي في التلفزيون الحلوه دي، ها، وبرنامج تاني، يلا مش عايز اتكلم عشان ما اعملش مشاكل، هفتح جبهات ملهاش لازم. المهم يعني التمثل ان كل حياتنا موجوده في الفقه القديم ده خلل عقلي، ده خلل عقلي
يعني كله اتكتب قبل كده خلاص، انا جيت قبل كده كلي يا باشا، عايز اجابه كذا عندي الربا والبنوك والشركات الامام قال كذا والحديث انت بتتكلم في مجتمع، انتوا لو بس واحد فيكم فتح كمواطن مسلم صالح حقه، افتح افهم من روافد كتير يعني الحاله الاقتصاديه، انجاز نطق عليها اقتصاديه ايام النبوه دي، الايام اللي فيها النص ماليش دعوه بعدها، يا خبر ابيض على الفرق. تقول لي ربا، مش هقول لك نص ديني زي اللي قاله عمر انه مات الرسول ولم يبين لنا في الربا، ده بعدين لما نناقشه، لا انا بكلمك افهم بس الفرق بين شركات وبنوك ورصيدك من الذهب قدامه قيمه العمله وطباعه العمله والكرنسي والتحويلات والتامين ولعبه التامين والعمله انها لو اتحرقت قيمتها موجوده يعني ما بين بقى درهم ودينار بيتسكوا في البيت كل واحد وبيته حته ذهب كده يقعد يقشرها، ما بهزرش، عشان كده الرسول يقول لك ايه، لا تبادلوا الذهب بالذهب، ده ربا، لانه مش وزن بعض ومش قد بعض، بس حياه يعني. السيده عائشه تقول لك ايه عن الشكل الاقتصادي لحياتهم، انا بديكم مثل مهم في اللي انا بقوله، تقول كان الناس عمال انفسهم، مفيش حاجه اسمها مشروع ولا ناس بتشتغل عندي ولا تامينات، كل واحد يفتح حانوت محل هو اللي بيعمل حاجه بايده، مفيش حد بيشتغل عنده. انت متخيل المجتمع ده لما نقيس عليه النهارده تعاملات دوليه وانترناشونال بانك وشركات انترناشونال وتامينات وسفن معديه فيها بليونز، وتقول لي المجتمع ده بحياته البسيطه الماليه دي هو اللي يحكم عليها النهارده؟ فتخيل بقى الفقه اللي أضلمها خالص. فيا أستاذ ادرس اللي أنت عايزه وخلي المناحي التانية غير القتال ابقى خليها للمجتمع اللي أنت عايزه، لكن شيع في المناخ العام أن على الأقل ممالك وخلافات، والوليد قتل البتاع والتاني قتل اللي بعده والواد قتل أبوه وده سم وأمه سمته كده عشان الخلافة وصراعها وغزو الناس وقتلهم، قول يا جماعة ده كله فقه، وفقه اسمه تاريخ الفقه زي ما هو كده تاريخ حياتنا الاسلامي، التاريخ الاسلامي مالناش دعوه بيه، حمر مواضينا على راي الشريف الرضي، قال لك ده ماضينا احمر مهبب طين كله دم. فقول لهم يا جماعه ادرسوه، مش انت عايز الملاعبات العقليه والتبريرات بتاعتك؟ تمام، يدرسوه بس على انه تاريخ تطلع بيه المجتمع النهارده، مش هقول، المهم اني احاسبك. هطلع فاصل ده وارجع لك.